حدا بحياته تعرض لعقبات كثيره، لتجارب عديده، لمواقف مختلفه تركت اثر كثير كبير يمكن بنفسيته، بحياته، بشخصيته. البعض هون يمكن قدر يتعامل مع هي المواقف بدعم الاشخاص اللي حواليه، والبعض الاخر لا، ممكن هو استسلم لهيدا الموقف وصار في عنده صدمات نفسيه. وخلينا ما نروح لبعيد، هلا بهي الفتره نتيجه الهزات اللي عم بتصير، حالات نفسيه كثير عم نسمع عنها عم تدخل المشافي، الناس على طول في عندها رشا وخوف وهلا، على طول عم بيقولوا لك يمكن ما بنقدر نعيش يومنا بشكل طبيعي. صحيح، وهي هذا المثال مرق معنا بايام الزلزال الكارثي بأشباط، ولكن مثل ما ذكرتي هايدي مواقف وتجارب عديده يمكن نحن نمرق فيها وتمرق بسلام بحياتها، نقدر نحن من خلال الاشخاص اللي حوالينا انه نحل مشاكلها، ولكن في بعض المواقف نحن ممكن نتعرض لها ونعيش بسببها صدمات نفسيه، خلينا نقول الخذلان، موت الثقه، فقدان الاشخاص العزيزين علينا، الكوارث الطبيعيه وغيرها. هدول الصدمات صعب كثير الانسان يتجاوزها، وبيكون بحاجه لمرحله جدا طويله ممكن تستمر سنوات ليقدر يطلع منها وتطلع من ذاكرته. إلها اعراض وإلها اسباب وإلى تاثير نفسي وجسدي، ومثل ما الجسد بيمرض النفس اكيد رح تمرض. خلينا نروح لنحكي عن الصدمات النفسيه، وضيفنا لليوم هو الدكتور سمير، اختصاصي نفسي. اهلا وسهلا استاذ دكتور سمير. صباح الخير. يا رب. اهلا وسهلا فيك دكتور. موضوعنا كثير مهم خلال هيدي الفتره، كثير من الناس بتسالهم اليوم بيقولوا لك حالتهم النفسيه تعبانه، ربما بسبب الوضع اليوم، الهزات اللي عم نعيشها، او ممكن بشكل عام اسباب ومواقف. خلينا هيك بدايه نعطي المشاهدين تعريف مبسط نحن شو بنقصد بالصدمه النفسيه. مجددا يسعد صباحكم وصباح الورد لجميع الساده المتابعين. الصدمة بشكل عام إذا بنعرفها بتعريف بسيط، هي مجموعة من التفاعلات والمشاعر يلي بتتشكل نتيجة أمر مروع، خلينا نقول، أو أمر فوق العادة. بتتشكل هاي التفاعلات والمشاعر، وهون نحن بنقول صدمة. طبعا الصدمات أنواع والصدمات تختلف، وحتى العمر له علاقة وله ارتباط، لكن بشكل عام الصدمات موجودة بحياتنا. يعني نحن بندعو دائما الله لا يمر حدا بصدمة مؤذية، صدمة صعبة، لكن بشكل تفصيلي لا، دائما موجودة الصدمات. ومثل ما تفضلتي وحكيتي، أحيانا حالات الخذلان، قلة الثقة، الصدمة العاطفية، صدمات نفسية أخرى، فالصدمات موجودة. فضروري جدا نتعلم كيف نحن نتخلص من هاي الصدمات ونطلع منها بشكل سوي. طيب، كونك ذكرت بعض الأنواع للصدمات، هل اليوم كل صدمة بتمرق بحياتنا تاخذ نفس الوقت للشفاء؟ وهل ممكن اليوم يشفى الإنسان بشكل نهائي، أو بتبقى موجودة بزاوية بالذاكرة؟ هلا بالنسبة للوقت، فالوقت يختلف من شخص لآخر حسب عدة معطيات. نعم. فالمعطى الأول هو هل هذا الشخص عنده تاريخ سابق بالصدمات، يعني الشخص اللي مارق بصدمتين وثلاثة وخمسة بحياته غير الشخص اللي بتكون أول صدمة. رقم اثنين، نوعية الصدمة. كمان في صدمات بتكون جدا كبيرة وجدا هائلة فبتاخذ وقت أطول. نعم. رقم ثلاثة، المرحلة العمرية للصدمة. دائما نحن بنقول المرحلة العمرية الأصغر، عمر الطفولة والمراهقة، هي المرحلة بتكون الصدمات فيها أشد، وخصوصا إذا كانت صدمة من نوع فقد أحد الأبوين أو تعنيف جنسي، تعنيف أسري، يعني هذا النوع من الصدمات. وبهذا العمر بيكون له تأثير أكبر، ممكن يأخذ وقت أطول للاستشفاء والعلاج من هاي الصدمات. بالنسبة للشفاء التام فهو طبعا قابل للشفاء التام، بس كمان مثل ما حكينا حسب نوعية الصدمة، درجة الصدمة، ماهية الصدمة. ممكن صدمات تأخذ وقت للاستشفاء من شهر لشهرين لثلاثة، ممكن في أشخاص يأخذوا سنوات ليطلعوا من هاي الحالة. ليش هدول الأشخاص بيأخذوا سنوات؟ هلا الاشخاص اللي ممكن ياخذوا وقت طويل، اولا بتكون الصدمه جدا كبيره عليهم، ثانيا بيكون في عندهم فقد للداعمين النفسيين. نحن في مجتمعنا او بمفهومنا في شيء اسمه داعم نفسي اجتماعي، مو ضروري يكون هذا الشخص من اهل الاختصاص، ممكن يكون صديق، ممكن يكون شقيق، ممكن يكون حدا مقرب من هذا الشخص، يطبطب عليه بالكلام الحلو، يواسي، يطلعه من هذا الهول اللي هو فيه، من هول الصدمه الكبيره. وبالمناسبة حتى الفضفضة هي نوع من أنواع الاستشفاء من الصدمات. نحن بمفهومنا دائما بنعرف الشخص يلي بيكبت، يلي بيحصر، هذا بيتعرض لأذى نفسي أكبر، وممكن كمان يتحول لأذى جسدي صحي. فلذلك حتى الفضفضة لحدا
يكون أهل للثقة، كان من أهل الاختصاص أو صديق مقرب، كمان هذا بيساعد بتسهيل أو تقصير مدة الاستشفاء من الصدمة. تمام دكتور، ذكرت نقطة الكبد. اليوم إذا بنحكي عن الأعراض، الأعراض ممكن تظهر على الشخص ونعرف أنه عنده هو صدمة نفسية بحياته، متعارف عليها أنه نحن نشوفه دائما هو خايف زعلان، ما بيقعد مع حدا، ما بيتقبل أي شيء، ولكن يمكن الأصعب ذكرت الكبد. ممكن تلاقي أشخاص اليوم عم يبتسموا، عم يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، وهنن كابتين بحياتهم عندهم صدمة نفسية. صحيح، خلينا نوضح الأعراض تماما بأي لحظة. صحيح. بالمناسبة في كثير من الأعراض اللي منها واضح للناس ومنها بيكون داخلي، على سبيل المثال أعراض القلق والتوتر، مراحل من مراحل الاكتئاب، الانعزالية، الانطوائية، تغيير المزاج بشكل يعني غير طبيعي، بشكل غير مبرر، الكبت والحصر، الشخص ما له حابب يحكي، ما له حابب يطلع، حابب يبقى لحاله، ما عم يقدر يفرغ هي الطاقات. طبعا هي الحالة إذا ما تعالجت، إذا هذا الشخص ما انتبه إنه هو بحاجة لمتابعة، بحاجة لاستشارة، هي بتتفاقم، بتتحول لأعراض جسدية. يعني احنا دائما بنأكد على إنه في ارتباط ما بين الحالة النفسية والحالة الجسدية، هم ما لهم منفصلين عن بعض. وحتى في كثير من الأمراض الجسدية هي سببها وجذرها ومنشأها نفسي. فلذلك حالة الكبت، حالة الحصر، حالة التعديل، تغيير بالمزاج، الشخص ما له مرتاح، قلق، توتر، أرق، رجفة، اصفرار، في كثير من الحالات وخصوصا ما بعد الصدمة بالأيام الأولى بتكون هي الحالات ظاهرة بشكل كثير كبير. إذا الشخص ما انتبه ممكن تتحول لمشاكل جسدية، لا ضروري جدا الشخص يكون في عنده حالة من الوعي الكافي لينتبه. طبعا نحن عم نحكي إذا كان الشخص بالغ كبير بالعمر، ينتبه أنه هو ما له بحالة صحية، ما له بحالة نفسية جيدة، ويتجه لاستشارة أحد المختصين. صحيح دكتور. وفي بعض الأشخاص يعني بيمرقوا بالصدمة أو بتكون ببداية الصدمة بنشوف في تغيير، هو بيلاحظ على حاله أنه هو بلش يتغير، بطل يضحك مثل الأول، بطلت عنده هي الطاقة، فقد الشغف، فقد شغفه بالحياة. يعني بيقول لك أنا ما بقى في شيء بيسعدني بحياتي، شو ما كان السبب أنا غير سعيد، تحسه مهزوز يعني من ثقته بنفسه، وبيروح بيلجأ للطبيب النفسي. هل اليوم الطبيب أعطاه لأدوية الاكتئاب هي يعني حل بتكون لهذا المريض؟ أولاً الحل الدوائي هو آخر حل. تانية اللي تفضلتي فيه حضرتك هو غالباً ينتج عن طريق تراكمات. يعني هذا الشخص مو من أول صدمة أو من أول أزمة، خلينا نقول هو دخل وفقد الشغف، لا هو بيكون مر أو حسب درجة الصدمة. تماماً. ممكن تكون صدمة كتير قوية أو مر بعدة صدمات متتالية، فهو وصل لمرحلة فقد الشغف وحتى فقد الثقة بالنفس. يعني ما ظل في عنده ثقة بالنفس، الشخصية اهتزت، أموره المهنية، أموره العاطفية، حياته بشكل عام تلخبطت، ما عادت مثل قبل. هون هو لازم يتجه لأحد المختصين. بالنسبة لأنواع العلاج مثل ما تفضلتي، العلاج الدوائي هو رقم 3، لأنه العلاج الأول، خلينا نقول النقطة الأولى هو العلاج النفسي. افهم أنا هذا الشخص وهو حالته النفسية بالضبط وحاول طلعه منها. النقطة رقم 2 هي العلاج بالكلام، مثل ما حكينا ممكن يكون في داعمين نفسيين، إن كان من أهل الاختصاص أو أحد المقربين، كنوع من الفضفضة والخروج من هي المشكلة. في حال كانت الصدمة جدا قاسية على هذا الشخص وهذا الشخص ما عم يتقبل الخروج من هي الصدمة، فهون ممكن الأخصائي يتوجه ل يعني إحدى مضادات الاكتئاب يلي بتساعده بشكل أو بآخر للخروج من هي الأزمة، بالإضافة لبعض النصائح مثلا مثل الرياضة. الرياضة هي بتفرغ هي الشحنات السلبية والطاقات السلبية، لأنه مثل ما نعرف الصدمات أو الأزمات هي شيء سلبي بجسم الإنسان، فنحن بحاجة لتفريغ هي الطاقات. الرياضة هي من أبرز النقاط يلي ممكن من خلالها نفرغ هي الطاقات، بالإضافة للأكل الصحي، الأكل السليم، تعزيز ساعات نوم إضافية، شرب كميات كافية من الماء، يعني يكون في روتين يومي جيد. طيب اليوم عندي سؤال دكتور، ليش في أشخاص بتتأثر بمواقف وحوادث بحياتها أكثر من غيرها؟ على فرض مثلا أنا ورشا تعرضنا لموقف معين، وحدة تأثرت الثانية لا، شو السبب؟ هل ممكن الشخص ممكن مر بتجارب سابقة خلص صار عنده مثل ما بيقولوا ضد الصدمات، أو ما بعرف، خبرنا أكثر عن هي صار عنده خبرة. تمام. هون في نقطتين جدا مهمين. النقطة الأولى شخصية هذا الشخص. في ناس شخصيتها قوية،
يعني بتمر بأزمة فهي بتتجاوزها بكل سهولة، لأنه عنده الشخصية القوية، عنده الكاريزما العالية، عنده فهم وإدراك ووعي، وهي نقطة كثير مهمة. الأشخاص لازم يكون في عندهم وعي كافي عن طرق التعامل عن من الصدمات. أنا لما أتعرض لصدمة كيف لازم أتصرف، كيف لازم أخرج منها، ما أحط حالي بموقف أنه أنا بصدمة وانتهى الأمر. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأشخاص اللي مروا بعدة صدمات بحياتهم فهن بشكل أو بآخر صار في عندهم التجربة، صار في عندهم الخبرة، ولذلك إذا بتلاحظوا الأشخاص الكبار بالعمر بنلاقي موضوع الصدمات بالنسبة للأشخاص الأصغر يعني عندهم أقل، مروا بتجارب كتير حياتية، إن كان صدمات حياتية أو اجتماعية أو أي نوع من الصدمات أو الفقد أو الكوارث الطبيعية أو حتى الصدمات اللي إلها علاقة بشيء اجتماعي، هن مروا بهذا النوع من الصدمات فبيكون التأثير عندهم أقل. بنلاقي الشخص الكبير بالعمر عم يطبطب على الشخص الصغير وأنه هذا الشيء عادي وبمر وطول بالك، وهذا نوع من أنواع الدعم النفسي اللي كنا عم نحكي عنه. طيب بسؤال أخير أستاذ، كونه نحن اليوم عم نشهد هزات أرضية واليوم الناس بحالة خوف، يعني شو أهم النصائح اللي بتحب تقولها للناس؟ هلا أنا بالنسبة لي أهم النصيحة نستقصي المعلومات من المصادر الموثوقة. نحن اللي عم يصير فينا المشكلة إنه بتصير في هزة، بنفتح أي موقع من مواقع السوشيال ميديا بنلاقي ما شاء الله 20 مليون عالم سوري وكله عم يحكي أهل الاختصاص وغير أهل الاختصاص، يعني اللي شغلته هي الشغلة واللي مو شغلته عم يحكي وهذا عم يحذر وهذا عم يهول عم يخوف ويرهب الناس. فلذلك لا، نحن ناخذ المعلومة فقط من أهل الاختصاص ومن المؤسسات المعنية فقط لا غير. رقم اثنين، نحن بيقولوا جاور السعيد تسعد، خلينا قريبين من الأشخاص الإيجابيين الأشخاص المتفائلين، ما نحن نشوف الأشخاص السلبيين والمتشائمين ونجلس معهم، وخصوصي نحن في بعض الأشخاص عم يمروا لهلأ بفترة رعب أو خوف أو قلق. بس لا، كتير أوفر بالقصة تماما يعني. أوفر، وهذا كلامنا، والسوشيال ميديا لعبت دور كبير بهذا الموضوع. لا، يكون في عنا نحن زيادة بالوعي، وإذا نحن كنا أشخاص كبار وعنا أطفال مراهقين بهذا العمر الحساس، نحن نعمل على زيادة الوعي لحتى نكون قدوة لهم بالأخير. أكيد. بالختام كنت معنا الدكتور سمير هادي، شكرا لك ولوجودك معنا ولكلامك يلي كله طاقة ودعم نفسي. أهلا وسهلا فيك دكتور. وأنا بدي أشكركم، أعطيكم العافية، وبدي أتمنى لكم صباح مليء بالطاقة لحضراتكم السادة إن شاء الله.